الأكاديمي. النهاردة هنتكلم عن نسب المتفرقة من بعد الـ 10-12. هنقول الفرق ما بين البطول ده وبطولة الكوميديا. لو عندنا البطول ده نقدر نكبر عليه ازاي؟ مش عندنا نقدر ناخد المقاسات. هنقول نعمل ايه من فوق الـ 10 إكس لغاية 120 كيلو. بيفترق عن ايه هنا؟ يعني الكتف ده الطبيعي مثلا لغاية 70 كيلو أو 60، الـ 60 كيلو بيبقى 12 سنتي. لو حد بقى هنقول 90 كيلو يبقى ده الكتف ده يبقى 13، وانزل له كده مش 21، نخليها 22، وننزل من 22 للوسط 20 والأكتاف 20. ماشي. طبعا لما ناخد دوران الصدر ناخد دوران الصدر كده ونحط ايدنا دايما للراحة دي، وبزود فوق المقاس 8 سنتي. لو المقاس طلع 100 المحيط كله طلع 100، طبعا في المقاس الأكبر هيبقى مثلا 120. أي رقم يطلع هنا بالمقاس اللي هو مزودين نزود 8 سنتي. المية يبقى 108، اللي فوق المية برضه هيبقى برضه 8 سنتي نزوده. لما نيجي نحط الربع هنا اللي هو بعد ما زودنا 8 سنتي برضه هنزود تاني، هنزود الخياطات ونزود لما نيجي نلبس الحاجة. المقاية مثلا واسعة ممكن نكسرها، بس دايما نخلينا في ايه؟ في الأوسع. طبعا دي ده مردي بلوزه بيبقى 4 سنتي ما ينجيش جنبه. من بعد المردي كده بقيس هنا المقاس لو طلع 28 بعمل نقطة واعمل 2 سنتي خياطة أو 3. طبعا للناس المنطقة يكون أفضل كده. كبرت البطلون من هنا لهنا زاد لي 5 سنتي تاني اللي هو المقاس التاني. هاجي هنا أعمل الكتف 13 أو 14 سنتي كده 14. ولما انزله كده على المقاس ده بالشكل ده حطيناه كده اصبح ان هنا بقى اكبر، والعرض كمان بتاع الصدر التاني مقاس اكبر. طيب باجي هنا للوست، هنقول الوست مثلا بتاع المقاس اكبر، هقول 50 سنتي هقسم ال 50 بحط برضه من بقى الأول النقطة دي هيبقى هنا في زيادة عن ده يبقى 25، هيبقى في 2 سنتي بنص لو في اللي هي بلوزة، وهيبقى 2 سنتي الخياطة. وهنا زاد لي، يعني هنا زاد لي وهنا زاد لي، وصل ده مع ده بالشكل ده. هنيجي هنا الأرداف، هنقول الأرداف 60 اللي هو النص، هقيس بالشكل ده وأوسع بالطريقة دي هيديني 120 المحيط كله. المحيط كله 120، وممكن ازود بقى 8 سنتي يبقى 128. هقسمه 2 هيبقى 69، هقسم 2 تاني اللي هو الربع اللي احنا بنعمل عليه بطلون، ونطبق عليه 12 طبقتين ويبقى البطلون طبقة واحدة، هيبقى 35 اللي هما الأرداف آخر حاجة. وهزود له بس 2 سنتي خيوط، وهوصل ده نقط كده عشان المقاس بتاعي يطلع صح. طبعا انا ده بنت 2 سنتي كده على مفيش. هنا دي رقبة تحت البلوزة بتتني كده من نوعية بلوزة، ونقدر نعمل الطريقة بفستان. يعني البطون ده يطلع لي فستان لغاية الأرض لغاية طول 150 سنتي في نفس الشكل كده. وسحت الأجسام اللي هي ايه من بعد من 90 كيلو أو 80 كيلو، زودنا بقى هنا الكتاف، زودنا هنا العرض، نزلنا من هنا لهنا 22 مش 21. يبقى الخط ده كل ما بينزل طبعا بيديني مساحة للحجم أكتر مرتاح. طيب هنا باخد من الأمام 3 سنتي وبرضه بطلعه على صفر بالشكل ده. ده كده الوسام أصبح بطول تاني. باجي هنا باخد الكتف اللي في الاخر ده 2 سنتي وانقطع على صفر كده بالشكل كده. هحدد لكم اللون ايه المختلف عشان يبان بالشكل ده، وانزل كده اجيب المسطره
على الأرداف وأنزل بالشكل ده. بعد التوسيع البني من ده لده وهنا الكتف بيبقى عرضه 13 كده الجيرو بالشكل ده. والاتنين سنتي اللي هما من الجنب دول اللي بيعملوا ايه بقى؟ دول اللي بيخلوا بلوزتي او فستاني مش بدا مش بيجنب من الجنب. لو انا هعمل فستان طويل الديل ده مش باخد 2 سنتي باخد 8 من الجنب. ليه؟ لان طبعا الجنب كل ما وسع اطول الفستان ويوسع في الديل بيديني بيحكم على من تحت في الجنب. فبنشيل 8 سنتي بناخدهم على الريش عشان يديني الديل كله مظبوط. ده لو فستان يعني المفروض ده نقدر نطلع منه بلوزه او صدر فستان اللي هو لغايه هنا يا اما فستان طويل يا كاردين يعني بيطلع منه موديلات كتير قوي. وادي البيرس اللي بنرتاح كده وهنا ما كانش فيه بيرس في الفستان ده يعني بنعمل هنا بيرس دي البيرس الاماميه ويبقى زيها من ورا كده. بقى طريقة ايه ازاي نوسع يعني من فوق 90 كيلو يعني حاجة سهلة جدا وبسيطة مش صعبة. ويارب الفيديو يكون عجبكم وتدوسوا لايك واشتراك في القناة لأن الأيام طبعا اللي جاية هتكتبوا فيديوهات كتير تستفيدوا منها. ويعني أي حد عنده سؤال يكتبوا لي في الكومنت وأنا هرد عليه. لو ما ردتش ساعتها أكيد هرد تاني. لو حد عايز مني باترون أو يعرف أي عيوب أو أي باترون عاجبه يعرف وأنا هحاول أعمله. تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله.